شاهد اي سي سي بالعربي، اهلا وسهلا بكم في الحلقه رقم 3 يونت 3 من كورس كوركتيف اكسرسايز، الا هو بعنوان النيرفس سيستم. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا احمد مجاهد اي سي سي ترينر، ودي قناتي كمال اجسام بدون منشطات. بنقدم شرح لمناهج الانترناشونال سواء كان الاي سي سي او نسم، بلس بعض الفيديوهات التوضيحيه للبيجنرز اللي عايزين يبتدوا الجيم. لو عجبكم موضوع القناه تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير عشان الكل يستفاد. يلا بينا نبدا الحلقه. طبعا درسنا الجهاز العصبي في كتير من الكورسات، النهاردة بقى هنحاول كده نراجع على المعلومات اللي احنا اخدناها عشان نقدر نسبب بعض حاجات معينة هتنفعنا في عملية الكوركتيف اكسرسايز. صفحة 44 بيقول لنا وظائف الجهاز العصبي. نخيل كده الجهاز العصبي، ومن ضمن وظائفه اللي علينا ان هو بيعمل ايه؟ coordination movement. لو رفعت رجل واحدة هتلاقي جسمك بيبتدي يعمل حاجة اسمها ايه؟ تناسق، بمعنى اصح عشان ما يحصلش للموفمنت دي حركة وهم ايه؟ اقع على الارض. نمرة 2 هلاقيه بيعمل حاجة اسمها sensory input. يعني ايه sensory input؟ لو انا جاي بحط اصبعي كده مثلا على السكيلتون ده، نفترض ان هو مثلا سخن ولا حاجة او حصلت لي كهرباء، ففي input sensory احساس عشان بعد كده يدي اشارة للعضلة ابعدي عن المكان ده عشان ما يحصلش ايه؟ damage او يحصل مثلا حرق او يحصل اي ما يكون. بعد كده initiate and maintain life sustaining function. انتوا عارفين طبعا من ضمن الحاجات الرئيسيه الاكل والشرب مثلا على سبيل المثال. اول ما انت قاعد كده وعمال تشرح فجاه لقيت نفسك عطشت، يا نهار ابيض، ما هو بيجي لك سنسوري بقى ان انت بالعطش، تقوم مادد ايدك كده اوتوماتيك وفاتح الازازه وشارب. ايه اللي حصل ده؟ ايه الجهاز العصبي ادى اشاره وقال له اتصرف بسرعه، ده الراجل ده انسان، احنا ايه؟ عطشانين. ولولا كده دي سياسه البقاء برضه، دول مهم جدا. الدنيا. نمرة 4 learn and form memories، تكوين الذكريات. انا روحت مكان اول مره اروحه ومش عارف امشي ازاي، بعد كده اتعلمت، جيت تاني مره اروح تلاقي نفسك بتخش في الشارع ده والشارع ده وبتنزل هنا وبتطلع هنا، خلاص كون ذكريات فاوتوماتيك ايه ده كله الجهاز العصبي على فكره. رقم 5 experience emotions، يعني بمعنى صح ايه؟ المشاعر. فاكر انت زمان كده تحس تمشي في مكان تقول يا في زي ما يكون في ريحه برفن كده، انا فاكر زمان لما كنا بنمتحن كان بحس بيها نفس الاحساس، عارف انت تكوين المشاعر. جماعة الحبيبة القلبة controls arousal، زي ما انت مثلا هتنام وانا دلوقتي بتكلم اهو، يوم يقول لي الجسم ايه شوت داون، يا عم ده الراجل ده عمال ايه شبه ريح ايه عشان الدنيا ترتاح معايا شوية، واقدر ايه في نفس الوقت اعمل ريكفري لكل السيلز اللي في جسمي عشان اقدر اعمل سستين على حفاظ اللايف. ودول باختصار كانوا الست ادوار بتوع الجهاز العصبي او وظائف الجهاز العصبي في جسمنا. تعالوا نشوف هنا مكونات الجهاز العصبي. لازم تعرف اي حاجة في الدنيا مكونة من خلية، ودي حاجة احنا اتفقنا عليها في كورسات كتير. والخلية هنا في الجهاز العصبي اسمها النيرونز، والنيرونز مش بيبقى نيرونز لوحده كده، نيرونز ومعاه بنت اخته اسمها جيليا. الجيليا دي او الجيليا دي عبارة عن سبورت اند بروتكت، كل ما يحصل دامج هي سبورت وبروتكت للايه؟ للجهاز العصبي عشان يتجدد باستمرار. لكن الجهاز العصبي بيتكون من سنترال، جهاز عصبي مركزي، والجهاز العصبي الطرفي المسؤول عن الحركات. خلينا نشوف الاول ان النيرونز اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الخلية العصبية بيتكون من ثلاث انواع في الجسم. هو مش نوع واحد الحقيقة، في موتور نيرون يعني حركي اهو، خلية عصبية حركية، وفي سنسوري يعني حسية اهو تاتش ها، وفي انترونيرونز متداخل كله مع بعض، يعني ايه؟ شويه حسي على شويه زي طبق الكشري كده، عشان دول التشابك بتاعهم بيأدي وظائف معينه هنشوفها برضو في جسم الانسان. بيتكون النيرونز من ايه؟ اول حاجه اللي هو البادي سيل زي ما هو واضح كده قدامنا، واكسن العمود الطويل الرفيع اللي قدامنا ده، ودي انت رايز شويه الشجيرات اللي طالعه دي اللي بعد كده بتاخد من السيل تاخد الاوامر تروح الدي انت رايز تتوزع بقى، سواء رايحه لسنسوري سواء رايحه لموتور زيها عشان تتحرك، سواء رايحه بيتم تشابك الخلايا بينها وبين بعض عشان توصل اشارات معينه او افعال معينه الجهاز العصبي او الجسم هيعملها. في صفحه 46 بيدينا الرسمه اللي قدامنا على الشاشه ده شكل الموتور نيرون والشكل تحتيه للسنسوري نيرون. الحركه تحس ان الراس الاول وبعدين الديل وبعدين الدنترايز. في السنسوري ان الراس في النص، وطبعا هنا باين اهو الدنيا ماشيه ازاي، فتحس ان ايه في فرق ما بين الاثنين. والجليه زي ما احنا قلنا هي بروتكت سبورت زي ما هو واضح قدامنا في الفيديو.
الفيديو عشان خاطر ايه تدعم الجهاز العصبي والخلايا. في حاجه اسمها هنا الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده الناقل العصبي من الاخر. اشاره تمشي، شايفينه اللي بينور ده الاسيتايل كولين، واللي بيروح للعضلات عشان يحفزها في عمليه هنشوفها هنا برضو بالتفصيل عشان تقوم بدور معين. بعد كده عندي المايلين. المايلين ده عامل زي العازل كده، شفت سلك الكهرباء بالظبط، سلك الكهرباء بيبقى مغطى كده بطبقه سواء بقى لونها احمر اصفر ايا كان، ده العازل عشان السلكتين ما يلمسوش في بعض ويحصل له ايه زي ما ايه بتقعدوا تتريقوا كده على حد دماغه ده يقول لك ده السلك لمس ولا حاجه. نيجي للبريفيرال نيرفس سيستم اللي هو الطرف، بينقسم لنوعين سوماتيك واوتونوميك. سوماتيك خاص بالعضلات، حاجه اراديه هقدر اعملها، يعني عايز ارفع ايدي كده، انزل ايدي كده، اعمل دماغي كده، ها ده السوماتيك، يعني الحركات الاراديه من الاخر. اما الاوتونوميك الحركات اللا اراديه. تقول لي هو في حركات لا اراديه؟ اه طبعا، وانا بتكلم دلوقتي الرئه والحجاب الحاجز شغال، نفس شغال، قلب بيدق شغال، ها ده كله طبعا انت ما بتقدرش تتحكم فيه. اي نعم النفس ممكن تتحكم فيه حاجه بسيطه ان انت تكتم شويه بس مش تقدر تكتم على طول يعني، بس واخد بالك. نخش بعديها السنترال نيرفوس سيستم. يبقى احنا خدنا الطرفي، نخش بقى على المركزي. هو بيتكون زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه من جزء اسمه الفور برين. الفور برين اللي هو الجزئين دول، كل جزء من المخ قدامنا ده اسمه سيريبرام، سيريبرام رايت وسيريبرام ليفت، الاثنين مع بعض دول اسمهم الفور برين، وكل واحد يعني الجزء اليمين مسؤول عن حركات الجزء الشمال، والجزء الشمال مسؤول عن حركات الجزء اليمين من الجسم، وهنشوفها برضو بالتفصيل. نخش بعديها البرين ستيم. البرين ستيم ده رقم 2 مكون من المخ. ايه البرين ستيم؟ بيتكون من حاجه اسمها الميد برين زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه كده الجزء اللي في النص، والبونز اللي هي قدامنا دي، والمضله اوبلينجاتا اللي هي برضو قدامنا على الشاشه باللون ده. بعد كده تلاقي جزء تاني اسمه سيريبلم. سيريبلم يعني مصغر السيليبرم، يعني فصين كده بس صغيرين شويه اللي ورا دول زي ما هم واضحين على الشاشه. بعد كده السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي اللي بيمشي في العمود الفقري. السباينال كورد تقدر تسميه وايت اند جراي، يعني مش باين له لون كده سالك. ليه؟ لان في مايلين مغطيه من جوه، فهو لونه مدي ابيض رمادي كده. امال ايه الاصفر اللي بنشوفه ده؟ ما هو ده بقى المايلين اللي هو الايه اللي بيكون عازل عشان خاطر طبعا السلوك ما تلمسش مع بعض. شويه الشجر اللي بيطلع من عند الساكرون ده حاجه اسمها كودا اكوانا، اعرف الاسم ده بس كده عشان لو جه ولا حاجه في التيست تبقى عارف. اما سباينال كورد يوجوالي من 15 ل 19 انش، ده الطول بتاعه على حسب طبعا طول الاشخاص اللي احنا ايه بنشوفه، في ناس طويله ناس قصيره، هيبقى الموضوع ايه مش ايه برده ثابت قوي يعني. لو هنشوف النيرفس اللي بتبتدي تطلع من العمود الفقري، نلاقي ان في 8 ازواج 8 بيرز من النيرف اسمهم سيرفايكال. سيرفايكال يعني عنقي زي ما احنا خدنا، فهم دول الثمانيه اللي بيطلعوا ايه من السيرفايكال زي ما هو واضح، 8 يمين 8 شمال كده. بعد كده 12 بيرز من الثوراسيك زي ما هو واضح، الفقرات اللي ناحيه الثوراسيك القفص الصدري بيبتدي يطلع منها رخر ايه 12 يمين و12 شمال، ادي 24. بعد كده بتلاقي اللامبر نيرف بيطلع منه 5، بعد كده الساكرال بيطلع منه 5، 5 يمين 5 شمال، وبعد كده 1 بير زوجي طبعا من الكوكسجل اللي هي المنطقه دي زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه، والجدول برضو اللي قدامنا دوت بيوضح. طبعا كل جزء يعني مثلا لو على سبيل مثال السيرفايكال نيرف هتلاقيه بيتحكم كنترول ماسل بتاعت النك والشولدر والاور ليمب والدايفراجم اللي هو الحجاب الحاجز، يبقى اللي هم العنق. حتى تلاقي مثلا لو في وجع في الكتف يقول له ايه خلي بالك ده ممكن يبقى ايه العنقيه. دي برده من ضمن المعلومات اللي ايه نعرفها عشان لو في اي اصابات وانت بتاهل ماسكل سكيلدل ديفيجن تبقى عارف. مثلا عندك الثوراسيك نيرف اللي هو من تي 1 لتي 12، وقلنا ده 12 ابيرز كنترول ماسل بتاع الترانك، المعضلات كلها بتاعت الترانك زي ما هو واضح قدامنا كده، واللمبر كذلك والساكرال